قريب الزمان بسحر صوت المنشد بمديح خير الأنبياء الأمجد وكأنه بلسان حال فؤاده نادى بكل موحد متودد إن مر ذكر المصطفى في محفل أدم الصلاة على النبي محمد بعثت في ليلة غراء فاتنة خطت على صفحات الدهر عنوانا بعثت في ليلة غراء فاتنة خطت على صفحات الدهر عنوانا في بقعة من بقاع الأرض طاهرة سمت جبالا وصحراء ووديانا بنى الخليل عليها البيت هاتفة فيه الخلائق بسم الله مولانا في ظله بنت وهب أنجبت قمرا فأنجبت خير خلق الله إنسانا ماذا أقول وأنى يهتدي قلمي في مدح طه حليف الجود والكرم سر الوجود ومن قد بشرت قدما به النبيون في الأسفار للأمم كم ذا بأحمد كم بلال قد كشفت من النوائب والأرزاء والغمم لولاهما فقه الرسل الكرام هدى وما ارتقى أحد منهم إلى القمم على الخلائق والأملاك والقلم هو الحبيب
الطيب حبيب الله جل علا أعظم به من مقام عند ذي حكم بنعله عرش رب الكائنات رقى وما سواه رقى ذا العرش بالقدم. يا رسول الله يا عظيم الجاه، يا رسول الله يا عظيم الجاه، جئت بالحق نبيا بالرسالات نجيا. يا محمد يا محمد، أنت نور به رب الكون أوحى لأمير العالمين. أنت نور به رب الكون أوحى لسماء العالمين، وله من ثمر الجنة أهدى فاطما أم الحسين، فاطما أم أحمد ذا، وله الأملاك تسعى ذا ختام المرسلين. قد علت للعالم العلوي بشرى من إله العالمين، من إله العالمين، حامل القرآن في مدى الأزمان، حامل القرآن في مدى الأزمان، لاح نورا سرمديا بالرسالات نجيا، لاح نورا سرمديا بالرسالات نجيا. يا رسول الله يا رسول الله يا عظيم الجاه، يا رسول الله يا عظيم الجاه، جئت بالحق نبيا بالرسالات نجيا. يا محمد حائر وسط السماء جبريل نادى لك طوبى فاعتالي، وإذا بالصوت من ذي العرش معناه إنه صوت علي. فنبي الله هذا الصوت يهوى، صوت مولانا الولي. صلي يا جبريل واسجد عند رؤيا، فهو نور أزلي، فهو نور خاتم الأديان، هيبة الرحمن خاتم الأديان، هيبة الرحمن، نال فخرا أبديا بالرسالات نجيا. يا رسول الله يا رسول الله.